الله يرحمك يا روية ويغفر لك. يمكن من أصعب الصور اللي شفتها اللي مش هنساها في حياتي لما بنتها الكبيرة فردت البوستر اللي عليه صورة أمها ده وأخواتها الصغيرين قعدوا قدامه وبصلوا وحاطين إيديهم على خدهم. الصورة دي ما بتفرقش عيني. الله يرحمها ويغفر لها. عايزة أقول يعني ده غدر. الست دي راحت غدر. الست دي اتقتلت عمد سبق إصرار وترصد. يعني لا كانت بتتخانق ولا كانت بتشد. ده راجل كان بيتهجم على واحدة في بيتها راحت هي استنجدت بجارتها نزلت وقفت له. بس ده الحال وملخص العبارة كده. خد نفسه جري وطلع جاب مطوة وراح قتلها زي ما انتوا شفتوها. لا فكر بقى في حياته ولا في حياتها، لا فكر في مصيره ولا في ولادها، فكرش في حاجة. عايزة اتكلم معاكم في كام حاجة في الجريمة دي. دايما بيبقى في حاجات بتلفت نظري جدا جدا في واقعنا، في الصورة اللي بتتكلم عننا بألف كلمة. مثلا لما بنيجي نتكلم عن حياتنا ومشاكلنا ومشدتنا مع أزواجنا وزوجاتنا، لما تيجوا بقى برنامج تفاصيل أنا ما بلاقيش حاجة كلمة اسمها احتواء، ولا بلاقي كلمة اسمها التعلق. الكلمات اللي بتطلع على السوشيال ميديا والإعلام والميديا وبعض برامج المرأة بتشتغلها أنا ما بلاقيش الكلام ده عندي خالص. أنا بلاقي عندي الواقع، بلاقي عندي الواقع الأقرب للحقيقة، بلاقي عندي الواقع اللي انتوا شفتوه معايا على الشاشة دلوقتي لزوج مجرد ما سألته عاملين ايه انت ولادك رد عليا قال ما شفتش أجدع منها ولا أطيب منها ولا أكرم منها، كان ممكن تدي الحاجة اللي فقتها لغيرها. ما بشوفش غير المشاعر الحقيقية اللي بتعدي الاحتواء وبتعدي التعلق وبتعدي شوية المشاعر السطحية دي. ما بشوفش غير ان انسان بيصف مراته بكل خير، واقف يعيط عليها بدأت دموع دم، صوت نهناته كان بيضرب في قلوبنا كلنا واظن انت سمعتوه. دي المشاعر اللي بين الست وجوزها الحقيقي، دي المشاعر اللي ساعة الجد بتبقى موجودة. تيجي تقول لها بقى انت ما بتفهمنيش، ما بتحتوينيش، ما بتبطليش، طلباتك كتير، زنانة، بس مجرد ما حاجة تحصل لها الراجل من الدنيا يتجنن. مجرد لما بس حاجة كده تفوت من قدامها يحس ان الدنيا كلها وقفت قدام عينيه ويحتاس ويغرق. تمسكوا في الحاجة الحقيقية انتوا اللي تقدروا تكبروها قبل فوات الاوان. ده الجزء الاولاني. الجزء الاول التاني اللي انا كنت عايزة اتكلم فيه ان في شهود كتير جدا تشهد ان الراجل ده هدد راوية على العلن بالقتل. يعني كان ليه سبقة تهديد مرة واتنين، سبقة التهديد انه هددها مرة واتنين وبالفعل عمل عملته ونفذ جريمته. حسبي الله ونعم الوكيل، لانه في الاول وفي الاخر يتم ولتها ما لهمش ذنب. عايزه تقولي ايه تاني يا نهال؟ عايزه اقول لكم انا ليه بجيب جرائم قتل. يمكن برنامجي من البرامج اللي بيميزها ان اي حد بيحصل له جريمه زي دي يا رب يحفظنا ويهون على كل اللي انصاب يا رب. ما بقدرش ما انزلوش، بنزل دايما بختار الحاجات دي. اي حلقه بتطلع معاكم بختارها من جوايا، يعني لازم ابقى نازله لها وانا حساها جدا ومصدقاها جدا ومقدره الكرب او المشكله او الحاجه اللي انا نازله لصاحبها. فلذلك برنامج تفاصيل نجح جدا. اول حاجه بتخليني اقدم نوع ده من الحلقات او من نوع ده من الاعلام، هو صعب جدا على فكره، اصعب ما يكون ان اللي قدامك يحكي لك جرحه. حاجتين، اول حاجه كنا هنبقى عايشين ازاي لو احنا مش حياتنا وزاره زي وزاره الداخليه؟ كان مصير البلد دي هيبقى ايه؟ يعني احنا بنتعامل مع بعض كده بس
من غير الضباط دول والمباحث والامن كان هيبقى نعمل ايه في بعض؟ اعتقد كان هيبقى الوضع وحش جدا. عشان نبذل مجهود، كل الدول العالم فيها الشكل اللي انت شفته معايا ده، كل دول العالم، بل يمكن احنا اقل دوله، اقل دوله في مذابح في دول تانية. بشكر الداخليه جدا على دورها اللي بتقوم بيه، اللي بتقدر تامننا وبتجيب حقوقنا. المجرم ده اتقبض عليه، تيجي تقول لك انتوا يا اعلام بتطبلوا، هنقول يعتبروا كده اعتبروا، بس دي حقيقه، هي دي بلادنا وده امانها، ده يقيننا اللي بنربي بيه ولادنا، ان احنا لازم يبقى في خطوط حمراء بتقف عندها لكل مجرم بيبقى له مصير اصعب مما انتوا تتخيلوا. احنا متربيين في حياه بنقول لك ده يوم السجن بعمر كآبه وموت وحاجه اصعب من الخيال، الموت ارحم منه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني يبقى جرس انذار، ناخد منه حاجه، ناخد منه حاجة تفيدنا وتفيد ولادنا. يعني مثلا كان ممكن جدا، او حد من السادة المشاهدين اللي بيشوفني الكلام تقيل على قلبي بس انا هقوله امري لله، يقول ايه اللي دخلك؟ كنت ربي عيالك وخدي بالك من نفسك، ليه جريتي في الشكل ده؟ يحصل اللي يحصل. فبعض الاوقات اهم حاجة تاخد بالك من نفسك ومن بيتك ومن عيالك، لاني زي ما انتوا شايفين اهو في ناس ما بترحمش. عايزه اقدم رساله بقى للست اللي راويه ماتت بسببها، ابقي جدعه للاخر، انت الوحيده اللي تقدري تجيب الاعدام للراجل ده، انت الوحيده لو ثبتي على اقوالك وفضلتي على موقفك ده تقدري تجيب الاعدام للراجل ده. عارفه انك بتشوفيني وعارفه انك فاتحه التلفزيون وقاعده قدام حلقتي، اوعي اي حاجة تحصل تضيعي دم الست دي ووقفة الجدعانة اللي وقفتها معاكي.